اليوم انا متواجدين مع شباب حي بن عمور في مطعم قرقيط معروف بجوار بن فارس بلدية بلادي عيش. الوجه نداءي لكامل المحسنين وكامل المتطوعين اللي حابين يتطوعوا في الاعمال الخيريه، نقول لهم مرحبا بكم، بيبان مفتوحين للجميع، ما عندنا حتى واحد يميزوا عليه. اليوم رانا نقدموا لحد الساعه تقريبا 200 روبه نمدوها اطابل، وعندنا تقريبا 100 العائلات المعوزه والفقيره اللي يدوها المنازل تاعهم. لحد الساعه رانا كل يوم نخموها في غدوه، يعني انا بفضل المحسنين هما اللي راهم يعاونوا فينا، ما عندناش مدخول باين، نقولوا احنا تاع شهر كومبلي. عندنا كل يوم يجي يتقرب لينا محسن هو اللي يتكفل بالاطعام تاع غد ان شاء الله، وكذلك ما تبخلوش على كاع الناس اللي ساهمت معنا بالدعاء. وفقنا الله واياكم لخدمه البلاد والعباد والوطن. حطوا لكم خوتي، احنا عندنا مطعم في حي بن عمور، قدمنا المطعم هذا لله في سبيل الله، خدمنا 11 شهر وش هذا درنا صدقه المولانا ان شاء الله الرب سبحانه. ومرحبا خاوتي لاني محتاج كاع يجي مرحبا بكنا وصدقتنا، وراه ما شاء الله رانا نخدموا كذايا ونفطروا فيها خاوتي خاوتنا، والحمد لله ربي كريم ان شاء الله. صحة فطوركم. السلام عليكم، صحة فطوركم أمة محمد جميعا، ما شاء الله فطور شباب الحمد لله، وربي يعطيكم الصحة وخيمة ما شاء الله، وجميع يعطيكم الصحة وربي يبارك فيكم جميع المسلمين. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، انا شت ولاد حومتي هنايا نسكن هنايا، الصوم يبادروا في ذي الجمعيه، دخلت معاهم متطوع هنايا باش يعاونوا عبر سبيل اللي يعاونوا عبر سبيل، وان شاء الله تكون في عاب ميزان حسنات هذه الجمعيه. السلام عليكم، بمناسبه شهر رمضان المبارك درنا هذه المبادره ان شاء الله، مبادرة درناها نقولوا لله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة ندعو إن شاء الله الشباب المحسنين هذوما اللي ما عندوش وين ياكل ولا ما عندوش بلاصة، هذا مرحبا به عندنا هنا في قرقيط هذه المعروفة في حي بن عمور، وما تبخلوناش غير بالدعاء إن شاء الله. هذه الأيام المباركة إن شاء الله مبارك، عندي عندنا الأمة المسلمين دعونهم بالرحمة إن شاء الله. بيد أختي بارك الله فيكم، أنتم شرفتونا بالحضور تاعكم. السلام عليكم، صحة فطوركم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، رمضان يجوزنا بالصحة والهنا. بون حنايا متطوعين في هذه قهوة كحلينا هنايا، حلينا البيبان للناس باش يجوا يفطروا عندنا، مرحبا بهم، واللي حاب يدعمنا مرحبا به ثاني، وان شاء الله يشوفونا قاعدين، ان شاء الله نجوزوا رمضان بخير. وكما يقولوا احنا من الاول بدينا هكايا وان شاء الله نكملوا هكايا، الهدف تاعنا ناكلوا احنا العباد المحسنين يجوزوا جايين طريق، مرحبا بهم كاع من اي واحد، مرحبا به هنايا، وإن شاء الله نكونوا قد إن شاء الله. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.